شفت مقابلة ليك مع البي بي سي، وكانت المقدمة برضو لها علاقة بالجزء السياسي، وكانوا بيقولوا كتير من الأخبار اللي بتجيلنا من فلسطين بتبقى صحيح. أخبار إما إن هي مأساوية أو دموية أو ما إلى ذلك. لأول مرة بيجيلنا شيء منعش أو حاجة كده. قادر أشوف إن أنت ممكن تبقى قلقان من الجزئية دي يا عمر. ممكن أكون قلقان لأنه بعتبر انه هذه مش في وقت من الاوقات، خاصه في البدايه بالنسبه لي، هذا مش موضوع يجب التحدث فيه بشكل مباشر، ولكن هي رساله مفهومه بالمضمون. يعني ما في حاجه انه الواحد دائما يكون حامل الراي عشان يوصل الرساله، وطبعا بالعكس في عليك مسؤولية أكبر أنك في المجال اللي بتعمله تحاول تتفوق قد ما بتقدر عشان توصل هالرسالة، لأنه من غير هيك دغري تهبط أو بيهبطوك يعني أو بنزلوك. فيعني لازم الواحد، هذا جزء من المسؤولية، أنه واحد يركز ب، يعني زي ما حكينا السياسيين مثلا لهم وظيفتهم في السياسة، أي حدا في عمله في له وظيفته الخاصة اللي بتخليه تعطيه هالسبب اللي انه يضله يناضل ويمشي بالطريق تبعته. النجاح والتأثير هو افضل سفير لأي مكان او لأي قضية او لأي هدف، خلينا نقولها بإيجاز يعني.